لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد خطبته الأخيرة الشيخ سعود الشريم عن فلسطين وأنباء عن اغتياله في آخر ظهور للشيخ سعود الشريم في المسجد الحرام منفردا في الوقت الذي نسعى فيه السلطات السعودية أن تكون حفاظا على أمان بلادها، حيث في آخر خطبة للشيخ سعود الشريم كانت أحاديثه عن إخواننا وعن دماؤهم، حيث قال البعض بسبب ذلك عن أنباء عن اغتياله، ولكن كل هذه الأخبار غير حقيقية. وبعض الإشاعات التي ظهرت نشر الشيخ سعود الشريم صورة له في المسجد الحرام منفردا، وصورة التي اطمنت الجمهور عليه بعد انتشار أنباء كثيرة. ومن المعروف في الفترة الأخيرة عن الحرب الموجودة مع أخواننا، وما دائما ما يدعي الجميع لهم بأن يحفظهم الله وأن ينصرهم. وأيضا قال إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الخلطة خير من العزلة، وإن الرماح تأبت تكسير عند اجتماعها، وإذا افترقت تكسرت أحدا، وأن الفرد ضعيف بنفسه قوي بأخواته. وهذا هو منطق ذو العلم، وهو الذي بيع عمارة الأرض على ما يحبه الله ويرضاه لعبده، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية، حيث اطمنت الجمهور بصورة للشيخ عبد سعود الشريم داخل المسجد الحرام للاطمئنان عليه بعد الإشاعات المنتشرة الأخيرة. اللهم احفظه واحميه واحفظ إخواننا في فلسطين.